ازيكم عاملين ايه يا جماعه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده نبدا فيديو جديد ان شاء الله مع بعضينا. فيديو هيكون حلو ودم خفيف. احنا النهارده بصوا لابسين بقى كلنا عبايات كده وفساتين. ليه؟ علشان هو النهارده بيصور تصوير رمضان. يعني وخلينا كلنا بقى لابسين عبايات وكده. ان شاء الله الفيديوهات هتعجبكم. غزوله صباح الفل. صباح الفل يا زونه. ورده ليا؟ جميل. شكرا يا يزن. يا جماعه انا جيت من المدرسه. انت زي القمر اصلا. يزن كفايه ورد ما تقطعوش كله يا زون. حرام حرام بقى. بيديكي انت ورد يا جميل. بس يعني بقطعها. شاطر يا يزن. بيبوسها لك كمان. شاطر يا يزن. غزله انت قمر في القطتين دول بجد. غزل انت زي القمر في القطتين دول. شيتي حاجه. طب يلا العبي يلا. بصي مفيش. وحشتيني يا مامي. اي حاجه يا مامي. قد ايه بقى؟ قد الدنيا دي كلها واكتر من الدنيا دي كلها. قولي والله. قولي والله. استهدي ردي يلا. بصي يزن فرحان بالفانوس يا زونه. رمضان كريم يا يزن. يا يزن رمضان كريم. رمضان لا يا روحي. رمضان لسه فاضل له شهر بس. حودة النهارده بيصور فيديوهات اللي احنا هينزلها في رمضان فجايب فوانيس وكده فاهمه. بس يزن استني بس. يزن رمضان كريم. رمضان كريم. لا بص رمضان جانا وفرحنا. رمضان جانا وفرحنا. يلا يلا المدربة غزل اتفضلي. اكسلنت. او ماي جاد برافو. استنى بقى يزن ما بتعرفش تعملها. رقبتك توجعك. جميلة يزن شاطر. يلا غزول. اوكي اوكي يا ولد برافو. شطورة. برافو يا يزن شاطر. يلا كملي تمرين. يعني انت بتعملي كده في البي اي. خلابي على الجمال يا ناس على القمر ما شاء الله. كملي يلا يلا عشان نفطر. برافو بالراحة عشان راسك. بصوا يا جماعة بقى انا عملت ساندوتش الجبار ده ليا. كويس ساندوتش الجبار ده. كان نفسك تشتغلي ايه؟ انا دايما شغلي ما كان نفسي اشتغل حاجه مالهاش دعوه بقى بالدراسه ولا حاجه. اوكي يعني ايه مثلا؟ يعني بصي جه عليا فتره كان نفسي اشتغل. عارفه ان هما بيصمموا قاعات الافراح؟ اللي هما الويدنج بلانر. كان نفسي قوي ان انا اصمم الكوشه على مزاجي وترابيزات. كنت هموت في كده. تمام. وبعد كده جه عليا فتره كان نفسي افتح بيوتي سنتر. بس مش بيوتي سنتر اللي انت تقولي اللي في وفيه. عايزه اعمل استشوار وكده. لا لا اللي هو اللي هو مثلا سبا. مش حمامات مغربي والحاجات دي كلها. الدرج اللي تحت بليدنج. عارفه اللي هو كامل يعني اللي هو مثلا تاخديه مثلا عماره مثلا اربع ادوار. دور كذا ودور كذا. مفيش واحده تقول انا عايزه اعمل استشوار. وانت مش تكوني فاهمه حاجه. انت عشان تعملي ده المفروض تكوني تعمليه اصلا هتعمليه في منطقه كويسه جدا. منطقه راقيه جدا. لازم اجيب ناس تشتغل كويس جدا جدا يعني لان شهادات ياخدوا اللي هو كورسات في دبي والكلام ده. ايوه انا عارفه. ده يعني ده يمكن اكتر حاجتين كان نفسي اعملها. وكانت بقى ولا تقولي لي اقعدي على مكتب وتذنبي لي على قدام كمبيوتر ولا الكلام ده. انا بحب شغلانتي تبقى كل يوم فيها حاجه جديده. انا كنت امنيه حياتي وانا صغيره كنا نفسي اطلع دكتوره. وكانت تيتا يعني تيتا موت بابا كانت امنيه حياتها على طول تقول لي اطلعي مهندسه. ليه بقى؟ علشان بابا كان مقاول وبيبني عمارات وكده. لا تقول لي انت تصممي له التصميم وهو ياخد يعني ايه يعني كاني بساعده في شغله ان انا اقف جنبه. فاهماني ازاي؟ انا بابا كانت نفسها تطلع اللي هي مضيفه الطيران. مضيفه الطيران. مضيفه الطيران. والله بس شكلهم حلو قوي على فكره. انا بحب شكلهم. ما المشكله عشان تتقابلي فيها لازم يبقى وزنك حاجه معينه. ما نعمله رجيم. ايه المشكله يعني؟ نعمله رجيم. الخدود دي ما ينفعش. نعمله رجيم. نعمله رجيم. كل حاجه تنزل. احمد. احمد. نعم. عامل ايه؟
الحمد لله. احمد لو كان نفسك تطلع ايه وانت صغير؟ انا نفسي ابقى طيار. طيار؟ نفسي ابقى طيار. طيار؟ سوق طياره كده والعب لعبه جاتا كده، كنت بحب العب لعبه جاتا. ايه بقول لك تستعمل ايه وانت صغير؟ انت لما كان نفسك تطلع ايه وانت صغير؟ انا يا جماعه كنت بحب العب لعبه جاتا، كنت طموحات كلها يا جماعه، كنت اركب الطياره اللي فيها وتيبه وتفضل تلف لعبه جاتا كلها وتلف في المدينه بقى وتعمل وتعمل كنت كنت صغير عشان تعمل لعبه جاتا. طب جميل قوي ان طموحاتك تطلع طياره عشان لعبه. والله بامانه والله كويس. يعني انا كنت مركب الطياره دي كنت فين بقى وفين بقى؟ لما تحصي بقى على الطياره كده خالص بقى، الله تروح لها بقى. ده حلم حياتك صح؟ كنت تحس انك خلاص طاير بقى. انا كده كانت مشكلتي كمان في اللعبه اللي انا عايز اوصل افضل اطير في البحر، اطير في البحر، عايز اوصل لمدينه ثانيه. بس اللعبه كانت بتعلق مني. لا النت عندك كان ضعيف. لا مش هي بتشتغلش بنت. امال ايه؟ هي كانت اخرها مدينه معينه، لما تطلع بره المدينه اللعبه بتقف بتعلق. انت فاهمه ازاي؟ ايوه بس مش شكرا يا احمد. ولسه الحلم عند مني وعايز اطلع طياره. عند الحلم فين؟ عند مني. ايوه انا اسفه والله. كلمه صعبه. الحلم فين؟ عند مني. يا جماعه حد في حياتكم عمركم سمعتوا حد بيقول الحلم عند مني؟ الحلم عند مني يعني انا عندي مني حلم ونفسي احققه. انت جاي تستهزئ بيا؟ لا والله ما قصدتش. ما قصدتش كلمه طلعت والله. الحلم عند مني ايه؟ انا عمري ما بسمع الحلم عند مني. انا يا جماعه الحلم كان عند مني وانا صغير. ايه؟ اما اسمها ايه طيب؟ الحلم عندي حلم، حلمي حلم حياتي. الحلم عندي مني. ماشي. مفيش دعم اللي انا بتقوله. انت مقتنع خلاص. مفيش دعم لو سمحت. انت مقتنع خلاص. المهم يا جماعه الحمد لله وبعد ما وان شاء الله ولسه الحلم عند منه. لا يعني الطيار خلاص وطلعت يوتيوبر. طب الحمد لله. الواحد بيبقى نفسه في حاجه وما بيعرفش. بتجيب حاجه ثانيه خالص. شكرا يا احمد. محمد. ايه يا احمد؟ لو كنت نفسك تطلع ايه وانت صغير؟ قبل ما اجاوب على السؤال بتاعك هغني برنس مصر. يلا يا عم. برنس مصر دي كسر. برنس مصر على طول موجود. برنس مصر ملوش حدود. حدود. ايه بتحبها مني برنس مصر؟ ضحكته جنان. جنان. برنس مصر عامل امان. امان. دلوقتي كان نفسك تطلع ايه وانت صغير؟ كان حلم حياتي ابقى لعيب كوره. لعيب كوره انت عارفه لو كنت طلعت لعيب كوره. ايه اللي وقف طموحاتك؟ بابا. لا ابويا ما كانش حابب، بيقول لي كان الشهاده. بابا ما كانش بيحب الشهاده. لا هو كان محمد جاله سفر كذا مره، كان بابا بيخاف علينا واحنا صغيرين، ما كانش بيخلينا نسافر لوحدنا. لا بابايا يعني ايه شايف الشهاده؟ يقول لي لا الشهاده احسن. صح التعليم. ودلوقتي الشهاده مبروزه ومعلقه في البيت في الحيطه، كل ما ادخل باب الشقه اسلم عليها. يعني كنت طلعت لعيب كوره احسن. لو كنت طلعت لعيب كوره والله كان حلي من احسن 10 لعيبه في مصر. معلش النصيب. انت دلوقتي برضو لله. يوتيوبر مشهور الحمد لله برضو. الحمد لله. انا ممكن لو... ما كنتش ليا خير في الكوره. صح. لو يزن جاله تعليم وجاله كوره. لا كوره طبعا هخليه يحترف كوره في الزمن ده. كوره انت عارف لو خلص تعليمه وتعلم ولا يعمل حاجه. طب ما عندك محمد صلاح. مش متعلم. محمد صلاح مش متعلم، مش مكمل تعليم. قول الله. لا مش عارف معاه ايه. بس مكمل. بس هو اخد دبلوم تقريبا. دبلوم عشان كان بيقول كنت بسافر مسافه من مسافه للبلد، كنت بسافر اذاكر في الطريق وارجع اروح اتمرن اروح التمرين. انا سمعته كان بيقول كده والله. يعني يعافر كتير محمد صلاح. لا تعب. تحيه لمحمد صلاح. حاجه مش اي يعني لما حد بيوصل مش من فراغ، ده تعب برضه طبعا. يعني انت مثلا تعبتي برضه عشان توصلي للي انت فيه دلوقتي. 420,000 مشترك. تعبت كتير جدا. طب والله العظيم انتوا مش عارفين انا تعبت قد ايه. والله العظيم انا تعبت جدا. انا كمان برضه. محمد انا تعبت قد ايه في اليوتيوب؟ لا انت تعبت جدا بجد. والله ما بهزرش. والله العظيم بجد اكتر. يعني انت تعبت جدا. كنت بعافر جامد. حدى كمان تعب. حدى تعب. بس انا كنت بعافر. حدى بيقول لي انت زنانه. بيقول لي زني هتوصلي. حد غيرك ما كانش كان يأس. بس انا قسما بالله كنت بجيب 120 مشاهده. ويوم ما يعدي معايا يوم ما يعدي معايا 500 مشاهده يبقى يعمل فرح واقعد ازغرط. انا فاكر حدى زمان كان يجيب 1000 مشاهده او 2000 يقول لي 2000 مشاهده فرحان. ايوه انا فاكره والله. الحمد لله ان شاء الله ربنا يا رب يكتر مشاهداتنا. باذن الله. ادعي ورايا يا ابني ربنا يكتر مشاهداتنا. امين. ويعلي سبسكرايبنا. امين. انا نفسي اصحى الصبح الاقي اليوتيوب ايه علق
خلاني 2 مليون وسقطوا على كده. ده ما بقولش تاني. لا ما 2 مليون طب مش هيجي. المهم المشاهدات يا محمد مش مهم. طب يعني انت تصحى تلاقي نفسك 2 مليون برضه تبقى. اسمع اسمع بس، ما انت مثلا 2 مليون وبيجي لك مثلا 2 مليون مشترك تمام، وبيجي لك مثلا 200 الف مشاهده، ايه لازمه ال 2 مليون سبسكرايب؟ لا ممكن الفيديو ما يكونش حلو. لا بس مثلا فيديو جامد، انت عندك فكره حلوه بتنجح. فيديو جامد اه فيديو جامد بينجح صح كده. شكرا يا محمد جدا لاستضافتك اللذيذه. ايوه برنس مصر مش شايفكم. شايفكم. شكرا يا محمد. غزوله غزل تعملي ايه؟ تطلعي فانوس رمضان؟ اه حلو؟ اه ان شاء الله قبل رمضان هجيب لك بقى فانوس. وفرحنا رمضان. رمضان جانا وفرحنا يابو بعد غيابه وبقاله زمان. انا مبسوطه قوي ان رمضان جاي وانت كمان. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بابا يكون معانا قبل رمضان ويحضر معانا رمضان كمان صح كده. قولي يا رب بس من قلبك، قولي يا رب يا رب من قلبي. بتقولي ايه يا غزل؟ يا رب ايه؟ يا رب من قلبي. يا حبيبتي انا بقول لك قولي يا رب من قلبك، يعني مش تقولي يا رب من قلبي، لا يعني تقولي ايه؟ يعني كانك ربنا قولي يا رب انا عارفه انك هترجع لي يعني بابا قبل رمضان، يعني يا رب يا رب يا رب يا رب. انا عارفه انا عارفه والله. يلا بس حلو الفانوس. يلا غني لي رمضان جانا وفرحنا. تعالي استني. رمضان جانا وفرحنا. رمضان جانا وفرحنا يابو بعد غيابه وبقاله زمان. غنوا وقولوا شهر بطوله، غنوا وقولوا أهلا رمضان. رمضان جانا رمضان رمضان. بص مكتوب ايه ده يا ربنا؟ مكتوب ايه ده؟ رمضان كريم. رمضان كريم صح كده؟ كل سنه طيبه يا زوزو. يا رب رمضان يكون خير علينا كلنا يا رب. ايوه وعدنا يرجع ان شاء الله. تعالي يا حبيبي استنوا فيديوهات كتيره جدا على قناه محمد الجمل بتاعه رمضان، اقسم بالله بنضايق عشان اشوفها في كل الفيديوهات اللي احنا عاملينها ولا اكتر. يا بنتي ده انا اول يوم يا بنتي انا عامله فيديو عيطت فيه يا بنتي على الست اللي ماتت دي. طب ما تحرق لهمش بقى المفاجاه وخشوا اتفرجوا على قناه محمد الجمل ان شاء الله. ان شاء الله في رمضان فيديوهات جامده جدا 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 وبجد حاجات حلوه قوي قوي ان شاء الله تعجبكم. صح يا زوزو؟ صح صح كده؟ ان شاء الله ان شاء الله. جماعه قولوا لنا انتوا بتجهزوا رمضان ازاي؟ ورمضان عندكم بيبقى يعني ايه تجهيزاته؟ مثلا انا مثلا بالنسبه لي بجيب اسدالات جديده، بعمل مفارش وستاير رمضان مثلا في الشقه، مثلا بجيب يعني بجيب لغزل، هجيب لغزل جزل ان شاء الله، يعني لبس اسدالات يزن هجيب له لبس المسحراتي كده، يعني حاجات لذيذه كده وبسيطه، بس بجد بتبقى فرحه في اول يوم رمضان بجد مش بننساها عمرنا زي ما احنا كنا زمان لحد دلوقتي بنفتكر رمضان كان بالنسبه لنا ايه، ورمضان كنا يعني بنعيش فيه ازاي، وبالايام بتعدي علينا ازاي. بجد كانت ايام بتبقى حلوه جدا 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 جدا. ويا رب يا رب كلنا يا رب اللي عنده في حياته حاجه ناقصاها ربنا يكملها له يا رب قبل شهر رمضان، وشهر رمضان يجي كلنا يا رب علينا كلنا واحنا كلنا فرحانين ومبسوطين ومحدش ناقصه حاجه في حياته ابدا ابدا ابدا. واحنا بندعي يا جماعه ندعي بثقه وندعي ان احنا واثقين في ربنا ان ربنا عمره ما يخذلنا، وربنا فعلا بيستجاب يا جماعه. والله العظيم والله العظيم يا جماعه ربنا يعني بجد بيحقق كل حاجه حد بيتمناها. المهم ندعي من قلبنا بجد ونكون واثقين ان ربنا يحقق لنا اللي احنا عايزينه ان شاء الله. بص فتح الله بيعمل ايه؟ انا قعدت بوصلي بالله. بص فتح الله بص نايم ازاي بالله عليك ولا تبصي. بص فتح الله فتح الله مش باين اساسا عشان لابس احمر. لا يا بنت باين اهو. استنى فتح الله عمل ايه؟ فتح الله انت بتعمل ايه؟ طب نام يا حبيبي نام. بقول انا عايزه انام. بص مرتاح ونام مرتاح والله. غزولة انت بقى انت جايه النهارده تغني لي اغنيه حلوه قوي من المدرسه عشان عيد الام. ايه هي بقى؟ قولي لي كده الاغنيه اللي انت هتغنيها لي كده في عيد الام في المدرسه. اول يوم
اول يوم جنبي في مدرستي بالليل بتجلي دي كراستي وبتكوي هدومي وقبل نومي بتنامي في حضني وفي حراستي امي يا نور بتنافت الكل بموت فيكي بوجودك تتحدني لو بوست ايديكي ربنا يحميكي وخليكي بارك فيكي يا مين على الأمر انا اسمع ممكن تغني لي ثاني ماشي اعملها لي زي ما انت بتعملها لي النهارده لا بالقلوب وابوس ايدك وتلف الدنيا وكده يلا اول ما تبتدي كده اللي هي الاغنيه اللي بتغني في الاول ماشي بس استني يلا اول يوم اول يوم جنبي في مدرستي بالليل بتجلي في كراستي بتجلي في ايه بتجلدي بتجلي في ايه بتجلدي مش بتجلي في ايه جلي في دي بالليل بتجلف بتجلدي بتجلدي كراستي في وبتكوي هدومي وقبل نومي تنامي نومي وفي حراستي امي نور بتنافت الكل بموت فيكي في وجودك وتحدني لو بوست ايديكي ربنا يحميكي وخليكي يبارك فيكي جميلة طلع منك زي العسل والله هتجيبي لي هدية عيد الام خزر؟ هتجيبي لي ايه؟ مش هقول بقى ايه ده؟ لا مش هقول لا بقى تفرح عشان افرح أوه. انت عامله مفاجاه قولي والله قولي والله يا حبيبتي بتحبي بحبها قوي قولي والله ربنا يخليكي ليا يا رب ايه ايه لا مش عايزه اعرف حق. ايه خاء ايه خاء حق ده خاتم تجيبي لي خاتم قولي والله تجيبي لي خاتم هتجيبي لي خاتم يعني هديه قولي والله خلاص بقى ما تقوليليش ما انت هتجيبي لي ايه بقى خلاص لا لا بس هجيب لك بقى حاجه ثانيه لا خليها مفاجاه في المدرسه هجيب لك حاجه ثانيه ولا غير المدرسه هجيب لك ان شاء الله بس انا عايزه اقول لك على حاجه نعم دلوقتي الناس لما كنت عامله فيكي مقلب امبارح وبقول لك انا زعلانه منك وانت عماله تقولي لي ايه بقى استني لا استني بقى لازم تسمعيني الاول والله انا استغربت زي زيك يلا غزه غزه زعلانه منك ليه ايه انا مش بعملك حاجه ايه على فكره ها في ايه ايه بقى صح صح سجلتي كده ايه ايه في ايه ايه انا ما عملتكيش حاجه ايه في ايه الله مش هقول لازم تسمعيني لا لا صح كده صح تعالي بقى قولي لهم انت عملتي ايه على الحيطه عشان عيد الام تعالي بصوا يا جماعه النهارده انا لقيت غزل بتقولي غمضي عينيك يا مامي ماشي فغمضت عينيا فلقيتها عامله لي بصوا استني استني لا القلب رسمت لي الف وايه برافو عليك رسمت لي الاول قلب صغير ده تمام وفي حرف الالف الصغنون ده وبعدين كبرت شويه وبعدين كبرت الالف شويه وبعدين ايه كاتباه الف بالآ يعني بالفتحه يعني ايات يعني برافو عليكي وبعد كده راحت كاتبه لي ايه حرف الاي يعني عشان ايات بصوا قلت لها ايه دي غزلتي قالت لي قلبي يعني بصي عملت واحده كبيره ما هي عملت لي واحد بصي واحد نونو صغنون خالص اهو وبعد كده نونو كبرت وبعد كده نونو كبرت شويه وبعد كده نونو كبرت خالص كبرت خالص خالص يعني انت رسمه لي عشان انت بتحبيني قولي والله تحبيني قد ايه؟ قد الدنيا دي كلها وكل حاجه اكثر من اي حاجه قولي والله وانا بعشقك يا غزل وبقول لك ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش بس انا زعلانه منك لا زعلانه منك ايه مش زعلانه منك كل حاجه انا بهزر معاكي وانا بحبك عشان انت بنت اموره وعسوله وبتحبي مامي مش بتزعليها ابدا 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 صح ابدا ابدا تضحكي على ايه؟ مش عارفه تضحكي على ايه؟ مش عارفه لا انت قولي انت بتضحكي على ايه دلوقتي؟ قولي لا قولي لا عشان يا جماعه بصراحه غزل مزعلين بهزر معاكم طبعا غزل دي جميله واموره لا غزل حلوه خالص قوي قوي
لا غزل حلوه ومرة بتسمع الكلام، وبجد انا بحبها عشان هي بنت حلوه قوي قوي قوي. ايوه يلا بقى نختم الفيديو معاهم. هو ده نهايه الفيديو؟ لا علي صوتك. هو ده نهايه الفيديو. يا ربي يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وكمان على زر الاشتراك معايا حاجه اوصلوها مليون مشترك. عايزه خطي 400 مشترك. 400 مليون مشترك؟ ربع مليون مين يا عبيط؟ احنا عديناهم خلاص. اه استنى ايه بص، واحد 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 وصلوها. بص عشان خطي بقى واحد 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 وا